جابوه شنو كنت لور ها علاش علاش تسمح ليا كنت لور ما جايب خبر شنو وقع واش كنتي ناعس لا ما ناعس ها ما ناعس شنو وقع شنو وقع بالضبط ما نعرف كيفاش كيفاش وقعت الحادثة ما نعرف اللي ما عندوش لا غاز يطلع الكار كيفاش تهبطوك هنايا شنو قالوا لك؟ قالوا لي ما قلت لهم ما قال لي حد ما هودوا الناس هودنا تحنا شنو سمعتي منين وقعت الحديثة؟ ها؟ شنو سمعتي منين وقعت الحديثة؟ الحديثة شكون شكون عارف الحديثة كيفاش وقعت؟ حنا كنا اللور شنو سمعتي شنو سمعتي يا شريف؟ حسنا كان الكاري يتخرخب اه وكيفاش شهبطتي؟ كيفاش شهبطتي؟ من الفوق هبطتي من الفوق من الجاج نزلوني شي الدراري من الفوق نزلوك الوقع المدني ولا شي دراري؟ نزلوك الوقع المدني لا الدراري ها؟ الدراري مازال ما جاوش ديك الساعة كنت كان مقلوب كيفاش تقلب؟ كيما ما فهمتش كيفاش تقلب؟ ما فهمتش انت براسك ما فهمتيش اذا الشريف واقيلا كنتي ناعس ها واقيلا كنتي ناعس هادي ما ناعس والو شتي رموك منين ما شتي رموك منين ضرب في الكار ما شتوش ها وما شتش انا كنت جهه اليمنيه اليمنيه ما غاديش نشوف كيفاش كيفاش كتوقع الحادثة وقعت واش شكون السبب في نظرك؟ ايوا واش غادي ندير قدرة الله ياه اه ملي ما رموك ولا الصح ديال الكار ملي ما وقع والو راح رحنا مزيان الحمد لله كان معك شي واحد من الكار من العائلة ديالك؟ لا ما شحال الناس تداوم ديال الوقاية المدنية شحال من واحد؟ ما نعرفش جوج ولا ثلاثة ها؟ ما نعرفش جوج ولا ثلاثة اللي داو كيفاش كانوا الإصابة ديالهم خطيرة ولا شنو؟ واحد اللي كان خطير شنو هو؟ واحد فيهم كان شوية خطير والآخرين الآخرين عاديين أنت في نظرك شكون الإصابة ديال شكون اللي سبب في الحديثة واش الكار؟ ما عرفناش معنا حنا ما عرفناش حتى سمعنا بعض الكاري ما عرفناش شكرا باش ننصح السائقين سائقين يردوا بالهم شو ما يوقعوش من ثلاث حوادث ما يوقعوش بحال هاد الحوادث الانسان عاد يكون مسؤول مسؤوليه كبيره على الشيفور الشيفور كيتحمل المسؤوليه شكرا بالدرجه ولا هو ولكن الا تقدرت عليه واش غادي يدير شكرا عنده ما يدير شكرا مشاهدينا الكرام كيفاش تشوف احد الركاب ديال الحافله اللي كانت تعرف هذه الحادثه كيقول بان ما عرفش كيفاش وقعت الحادثه انتم تشوفوا ما بين حافلة وشاحنة طريق السيارة بين مدينة الدار البيضاء والمحمدية هانتوما تشوفوا الركاب كيف شنو كيقولوا كيفاش وقعات الحادث شنو واقع هنايا شنو واقع واش الدار الملك كيدخل بلاتي لا سمحينا واش الدار الملك كيدخل على الخط كلشي كيتفك اللي غايجيك صحيح بلاتي الله يرضى الله يرحمك الوالدين انا معاك الشيف بلاتي صافي غير ارتاح الله يرحمه يرتاح الناس غايجيو نفسك غير ارتاح من واخا تفضل اخويا انت الاول انت الاول انت الاول انت الاول في قاع المدنيه ومن الاولين مرحبا انتم كتشوفوا كيفاش رجل الوقايه المدنيه كيعاون الناس
فانهم يوصلوا بالحوايج ديالهم اللي كانوا في ورجعوا للدار الملكين تما كتشوف شوف هنا هي ديالك هذه هيا شوفوا شي شوفوا هذه الوقايه المدنيه الزريفه عندك عجيب خليفه يلا وزي يلا شوفوا وجه الوقايه المدنيه وانت الله يبارك دابا حنا داك الباكاج اللي كاين تما راه غادي يطلع للكار صح طلع للكار كلشي غادي يطلع هادي ديال الكاس مولاي في الكارطون هادي غتاخديها دابا واش ديالك هادي الوقايه المدنيه ويجر الدار الملكي كيأمنوا المكان وكيساعدوا الناس من الحصول على داك الشيء اللي كان الامتعه ديالهم اللي كان داخل في الحافله اللي كان الضحيه ديال الحادثه نقل الامتعه اللي منين تقلب الكار باش نكونوا واضحين تقلب الكار طاحوا الحوايج تحيدوا الحوايج تحطوا هنا رجال الوقايه المدنيه ورجال الدرك الملكي كيامنوا هذا المكان هانتوما كتشوفوا كيامنوا هذا المكان وكيأمنوا المكان الدراري تعاونوا بعضياتكم الله يحمي عليك هذا هو المكان اللي حطوا فيه الحوايج ديال الكار باش ما تتمش السرقه ديالها انتم كتشوفوا حضور رجال الدرك الملكي انتم شكون تشوفوا رجل الدرك الملكي كيساعد الناس من اجل ايصال يعني برافو على رجال الدرك الملكي ورجال الوقايه المدنيه تيقوموا بمجهودات كبيره والله العظيم إذا زعما حقيقة تحية كبيرة لهاد الأسود إلا عندنا أسود ديال 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 المنتخب الوطني عندنا أسود ديال الليل شوفوا الساعة وحدة ونص أو جوج ديال الليل وخدامين بحال الربعة ديال العشية ولا الخمسة ديال العشية أنتم كتشوفوا يعني شكرا لكم شكرا لرجال الدرك الملكي شكرا لرجال الدرك الملكي على هذه المجهودات الكبيره اللي قاموا بها في هذه الاثناء ماشي كنجملوهم ولكن هذا الواقع انتم كتشوفوا مثل صاحبك عاوتاني اللي وسير شوفوا كيفاش كيخدموا هاك
شوف الرجل الدارك الملكي في المخشي هنا هانتم هانتم شكرا شكرا ولو انه واحد غادي يقولنا بانه كيقوموا بالعمل ديالهم كيتخلصوا عليه اي كيتخلصوا عليه ولكن راه كيداو عمل جبار اللي يقدر يتقاعس عليه واحد اخر. انا نضوي لكم هادشي اللي كيجبدوه راه كيجبدوه من هادشي راه كيجبدوه من داخل من غادي تدي داك الكار ولا يبقى كما صافي المواطن فرحان ان خويا الى جاز على خاطرك شريف ما كتشوفو ان كاش المواطن فرحان ان التعامل الدرك الملكي كان في اكثر من المستوى يعني امنوا لهم اللحظه ديال خروج الملابس ديالهم والمحتويات ديالهم اللي كانوا داخل هاد الحافله. السلام عليكم خويا. من قلب الحافله ديال الحافله تقلبات الدريسون ديال الحافلة ولا السائق باقي كيخرج داكشي اللي باقي لداخل هانتوما كتشوف انا فين كان شاف اخويا باقي عندي شي سفرة ديال الحوت هنا شنو عندك اخويا؟ سفرة ديال الحوت ها هما هادو هاهم هاهم شوف شوف ثلاثة اخويا ثلاثة هما كانوا ثلاثة كانوا الشيخ هادو ها؟ هما هادو ديال الحوت ها؟ ايه وحدة هادين هما ثلاثة هما كانوا ها وحدة أخرى ايه واحد الساك أنت شوف الداخل عفوا مشاهدينا الكرام واحد سي أنت كنت ياك بخوي في الكار ياك؟ هادشي في طريق صغير ربط ما بين مدينة الدار البيضاء المحمدية على مستوى المحولة ما بين الاتجاه ديال المطار أو اتجاه وسط المدينة وانتم كنشوفوا على قناة شوف تي في سيد اللي عنده عندو واحد الحمولة ديال الحوت جاي هنا باش يخرجها خرج اخويا خرج ودي دابا واحد الساك ديالي انا ما عنديش مشكل انا شوفوا السمك كيفاش مليوح هنا شوفوا السمك كيفاش مليوح اجي خويا عاود لي كيفاش وقع هذاك السيد واو باش انا قلت لك انت ما خصكش الساك شنو فيه شنو فيه حوايجي وفيه الفلوس شحال فيه ديال الفلوس وفيه اخويا شحال نقول لك فيه 14 ولا 16000 16000 ريال اي اي نعم اخويا وهو دابا انا ما عجبنيش هذاك دابا شوف الساك دابا هذا الساك كنتي حاطه هنا ولا كنتي حاط معاك في الفوق ها قالك شي واحد قال لي شي ساك نتوما اللي جات الدرك الملكي كيوقفوا مع هاد السيد باش يشوفوا هذاك كيقول بانه ساك
شنو فيه واكيد غادي يساعدوه باش يحصل على الساك ديالو. راه الباجاج كامل طلع ل... 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 لا هي هو شريف والساك ديالك كان هنا ولا كان معك في الكار؟ كان هنا راه كاين تما. سير فيريفي له. اجي شوف هنا. لا واش طلعتي معك الساك ولا كان هنا في مع الباجاج؟ راه نتوما بحضو رجال دارك الملاكي اللي كياكدوا على اي حاجه. واش الساك بقى حتى شي ساك هنايا. رجال دارك الملاكي حاضرين باش يامنوا اي حاجه. سمح لي. لا سميتو هنا لا والو. انا ما عنديش فيها مشكله. شريف الصك ديال الحوايج ديال راه في الكار. سير فيريفي يلا قبل ما ديمار الكار. يلا واش بغيتي يبقى لينا الكار؟ هي اللي بغات. الله يستر الله يستر. يعني مغامرين بغات. يستر. شكرا لرجال الدرك الملكي على هذا فهمتي هاد المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها. شريف ها هو الصاك. عم الخير. شوف نايت. قلب معايا وانا غادي معاك. قلب معاك فين هو الكار؟ فين هو الصاك؟ شريف واش مشيتي للكار ولا شتي الصاك ديالك؟ سير ولا تقلب على شي حاجة أخرى الله أعلم. الباكاج كامل راه طلع. دابا انتما كتشوفوا هاد السيد اللي كيقول هاد السيد اللي كيقول بان او كيقول بان غنسى شي حاجه غادي يمشي للكار الاخر لان الامتعه كلها طلعت للكار اللي جا جديد. وانتم رجال الدرك الملكي كيامنوا اي حاجه كيتاكدوا من اي حاجه. هو اللي باقي يسدد. القيتي؟ الحمد لله. اجي الشريف اجي الشريف. اجي الشريف اسمح لي الله يرحم الوالدين. اسمح لي اجي الشريف بحضور رجال الدرك الملكي. لقيتي الصاك ديالك؟ لقيت. يعني الناس مامنين معك؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. طلع الكار نحن حفظ الله تعالى ذاك هو الربح. شكرا. الله ينصر سيدنا. عوده الله ينصر سيدنا. امين. والدرك الملكي تا هما راه مجاهدين. الله يرحم لهم الوالدين كاملين. امين. اذا انتم كتشوفوا مشاهدينا الكرام حتى حاجه ما كتضيع. رجال الدرك الملكي مامنين المكان ورجال الوقايه المدنيه مامنين المكان حتى هما. اي شخص كيحاولوا انهم اذا كان مصاب انهم يتم النقل ديالو الى المستشفى على اجل من اجل تلقي الاسعافات الضروريه. شكرا لرجال الدرك الملكي، شكرا لرجال الوقايه المدنيه، السلطات المحليه، اي شخص كيساهم في تامين الممتلكات ديال المواطن المغربي شكرا له. لان الحادثه تقدر توقع في اي مكان ولكن خاص المواطن يكون في المستوى ويامن المكان ديال الحادثه. كان خوف مازال معطل.
يا ريم سليمان، الله الوطن الملك، والفاسد وبك. شكرا المشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.